يعني بالبول مرة ثانية. النقاط المهمة قبل ما نحدد يا خلية شنو أنواعها، النقاط المهمة دائما نعتمدها الصفات اللي هي شنو؟ أولا الخلايا كبيرة الحجم، زين بالتدريج كل ما تعبر من مرحلة إلى مرحلة كل ما يعني تتطور الخلية، حجم النواة إلى السيتوبلازم يقل، N to C ratio، N to C ratio يبدي يقل، يعني النواة تبدي تصغر السيتوبلازم يبدي يكبر، النويات نيوكليولاي تبدي يقل عددها كل ما تتطور أكثر الخلية، ماشي؟ اللون السيتوبلازم يبدي يفتح، يصير أفتح كل ما تتطور الخلية أكثر. بالنيتروفيل وبيزوفيل وزينوفيل سيريز من تبدي الخلية تتطور أكثر تبدي يصير لوبيوليشن بالنواة تبدي تتقسم بالمراحل المتأخرة. أوكي؟ زين. هسا نبدي بالإريثرويد. الميزة عن المايلويد إنه لون السيتوبلازم بنفسجي. زين. بالمايلويد الإشكال وين؟ شنو اللي نخبطه ويا الإريثرويد؟ حقيقة اللي نخبط عندنا اللي لون السيتوبلازم مشابه بس السيريز مال المونوسايت. لون السيتوبلازم أيضاً غامق. يعني شوفوا. والبيزوفيل، بس البيزوفيل سهل لأن الجرانيولز واضحة. المونوسايت شوفوا سيتوبلازم يعني باليو والفي صورتي يعني اليو والفي شوفوها ويا الاي والبي لون سيتوبلازم متقارب جدا. الفرق وين؟ الفرق انه بالسيريز مالت الارثرويد بالارثرويد النواة تكون منتظمة الشكل ماشي وغالبا مركزية، بينما بالمونوسايت النواة غير منتظمة وغالبا طرفية، وهذا حال كل المايلويد تقريبا غالبا تكون طرفية. زين فهسه نبدا باول وحده بالارثرويد رمزيلها اي اللي هي رابري بلاست، هاي عارفه بالسلايد صعب واحد يلقاها. ميزاتها دارك بيربل سيتوبلازم، النواه كبيره الحجم، لونها غامق يعني ارجواني غامق، اكو بيها نويات نيوكليولاي، انا اشوف انها يمكن اربعه او خمسه بالصوره بالاي ماشي. البعدها البي اللي هي اسهل رؤيتها بالسلايد جاب اعداد اكبر شويه، يعني تقريبا اول مرحله من الارثرويد اللي نقدر نلقاها بسهوله بالسلايد. هاي ورا الربر بلاستيجي فنسميها برو ربري سايت. سايت طبعا معناها سيل. زين برو ربري سايت. ميزاتها شنو؟ سيتوبلازم مالها شويه افتح، النويات تبدي تقل على تصير وحده او اثنين او تختفي. ماشي؟ حجم النواه الى السيتوبلازم يبدي يقل. تصغر حجم النواة مقارنة بالسيتوبلازم يبدي أكثر، واضح؟ زين بعدها السي، بس طبعا اشوفكم صور سلايدات حقيقية من بحث رعب شوزات السي هاي تبدي الآن تتكون عندنا ربري سايت، بس هاي السي شو نسميها؟ نسميها بيزوفيليك ربري سايت، لأن لون السيتوبلازم بنفسجي فنسميها بيزوفيليك ربري سايت، واضح؟ والنواة يعني تقريبا مو كلش واضح هنا باللون واحد المفروض زين. اللي بعدها الدي سيتوبلازم بدا يحمر ماشي، فرق واضح جدا عن لون النواة، حتى النواة احيانا تنطي كونتراست لونين، هاي نسميها بولي كروماتوفيليك ربري سايت ماشي، بولي كروماتوفيليك ربري سايت. الاي الاي لا هاي الان الحجم صغر بشكل كبير بحيث تقريبا بحجم المشهور ار بي سي تقريبا وبحجم السمول ليمفوسايت، يعني مو بحجم شكل السمول ليمفوسايت تقريبا، هاي ميتا ربري سايت، هاي اخر مرحله من ار بي سي بها نواه بالنسبه للابان، بالطيور لا تبقى لانه حتى الناضجه زين، اخر مرحله بها نواه حجمها قليل من حجم الار بي سي المشهور مشهور ار بي سي. المرحله اللي بعدها اللي ما موجوده صورتها هنا تختفي النواه تبقى بس remnant of RNA اللي شفناها البارحه بالسلايد هنا، هيك خطوط صغيره قطع صغيره من ار ان اي، هاي ذيك نسميها ريتيكولوسايت، بعدها تصير الماتشور ار بي سي اللي موجوده هنا بالصوره هسه ماشي انتهت.